مثل حركة ميديا ديال إقليم، أنا ميديا ديال إقليم مدينة العرائش، وكان مثلها وكان وجه واحد تحية كبيرة للأساتذة وجميع الأطر النقابية أو التنسيقية كذلك. كنقول باللي التلاميذ في يد واحدة مع الأساتذة المتعاقدين ولا لخصوصة التعليم، هذا واحد الأطر، واحد منهجية مباشرة اللي متبعها الوزارة أو الحكومة بصفة عامة لخصوصة التعليم. كنبغيو نقولوا باللي التلاميذ حركة وفي يد واحدة مع الأساتذة ولا لخصوصة التعليم، وتحية نضالية لجميع الأساتذة من طنجة للكويرة.